شلونكم انتم؟ اولا شخباركم؟ اهلا وسهلا بالجميع، معكم علياء المؤيد وهذه قناتي. وموضوع اليوم احب اتكلم عن الكذب والناس اللي تكذب، وليش لماذا اجدهم في حياتي، يعني هل في صله او هل في سبب اللي هم موجودين في حياتي حاليا، خاصه اذا احد يمر بظرف يحس انه يكتشف انه في احد مقرب منه يكذب عليه. فاليوم بنفتح هذا الموضوع وبنتشعب فيه شوي، وعلى أسئلتكم وعلى تعليقاتكم ممكن أن احنا ندخل في زوايا مختلفة، لأنه الموضوع عود شوي. فأولا أنا بحفظ هذه الحلقة على الإنستغرام، عادة بث الخميس ينزل بالبث المباشر يوم الخميس الساعة 1 بعد الظهر توقيت السعودية، حق اللي حاب يحضر معنا بالبث المباشر الأسبوع الجاي. أحفظ هذه الحلقة عادة على الإنستغرام وأنزلها أيضا على أرشيف يوتيوب، فإذا ما تعرفون قناتي في اليوتيوب ارجعوا على الأرشيف هناك وتشوفون كل الحلقات القديمة، في منها بالبث الحي وفي منها لا. فاليوم حبيت أتكلم على موضوع الكذب. ليش؟ لأن ساعات احنا نشوف، خلينا نقول نجد أنفسنا في مواقف مع ناس أنا أعتقد أنهم مختلفين عني، وأرى أن هم قاعدين يسوون أشياء أو يعتقدون أشياء أو يؤمنون بأشياء تختلف عني، ويمكن حتى تتضارب مع قيمي أنا. فأبدأ أتساءل أنا ليش في حياتي هالشخص، يعني أنا إيش سويت اللي طلع لي في حياتي هالشخص، ولا أنا إيش ذنبي اللي قاعد يسوي فيني كذي ولا كذا. فتعرفون فكرة أن العالم انعكاسي، تعرفون فكرة أن إحنا تردد في الأخير، فإحنا لا نجذب ما نريد ولا نجذب ما نقول، نحن نجذب على ترددنا. يعني إذا أنت ترددك على مثلا إذا فتحت الراديو، أنت الراديو مالك ما يلقط إلا هالتردد، ما بتلقط إلا هالتردد هالمحطة قصدي يعني في الراديو. فما يصير تقول والله أنا في البحرين وأبي ألقط تردد مال فرنسا ولا مال باريس ولا مال مكان ثاني، ما تقدر، لأن حتى لو التردد هذاك موجود اللي انت تبيه، الجهاز اللي عندك ما يقدر يلقط، لانه هو مركب كأنه مشفر على انك تلقط الاشياء التي تناسبك فقط، الاشياء التي يستطيع جسدك ان يلتقطها. فما يصير انا اروح اقول يا رب ترسل لي ناس حقيقيين، يا رب ترسل لي ناس صريحين، يا رب ترسل لي ناس امينين، يا رب ترسل لي كذا، إلا إذا كان موجود هذا التردد بالذات بداخلي سينعكس للخارج وسيجذب مثله. فهذه الفكرة طبعا يعني لما نبدأ نفكر فيها نقول لا، بس أنا أعترض لأن عندي مليون، يعني هذه قاعدة ما تركب على الكل. صح ممكن، ولكن ترى أن هناك عامل مشترك مع كل الأشياء من حولك، مع كل الأشخاص من حولك، مع كل التصرفات من حولك. ففي جانب معين، أو يمكن شخص الحين يقول ما يصير أنت تحطين علي اللوم أن أنا جذبت هذا الشخص، هذا الشخص ضرني مثلا أو قاعد يضرني، أو هذا الشخص مؤذي، أو هذا الشخص سيء، أو هذه الظروف تعبانة، فأنا لا تقولين لي، لا تلوميني على أن أنا اللي جبته وأنا اللي جذبته، لأن هي فعلا مؤلمة وأنا ما أبي منها شيء. فإحنا في هالحالة لا نلقي اللوم، ولكن نشجع الشخص على أنه يتخذ مسؤولية نفسه. اللوم غير عن المسؤولية. أنا لما أبدأ أفهم السبب، ما أفهم السبب عشان ألوم نفسي، ولكن أفهم السبب لكي أتخذ مسؤولية نفسي وأبدأ أغير أفكاري وأغير قراراتي وأغير التردد مالي مثلا، أو أغير مجرى أفكاري حتى، عشان كأن هذا الجهاز يتحدث ويبدأ يجذب لي أشياء ثانية، كأنه هو يصير عنده القدرة إنه يجيب لي محطة باريس كمثال، مونا باريس أحسن هني بس يعني. فعندما أجذب الكذابين ماذا يحدث؟ لما أجد نفسي محاط بالناس الكذابة أو الناس المزيفة، احيانا لما ابحث في نفسي، اذا انا عاجبني الوضع خلاص عادي، يعني مو لازم تغير، يعني اذا انتم عاجبينك هالناس وتحبهم وتقولين علي هذه تشذب ساعات بس انا احبه وعشره بيننا وكذا مثلا، يعني
بس إذا الموضوع يضايقك ومحسسك أن أنت علاقاتك تفتقد الجودة، أنت تبدأ تنظر في داخلك وتنظر وتسأل شنو اللي في داخلي اللي يشبه هذا الشخص، شنو اللي أنا في داخلي اللي قاعد يتماشى مع تردد هذا الشخص. لابد أن أنا في شيء داخلي مناسب له لأنه أو مشابه له. فأحيانا في مقولة تقول، نسيت الحين شنو هي بالضبط، بس بما معناه أن أنت ابحث عن الشخص اللي ضايقك أكثر شيء أو اللي ضرك أكثر شيء، لأن الصفة اللي تكرهها هي فيك. فتقول ها مستحيل، هذه أنت تعرفين إيش كثر هي مضرة وإيش كثر هي من النوع اللي كذا وكذا وكذا. نعم، بس فيها صفة اللي تكرهينها، درجة كرهك لهذه الصفة هي درجة كرهك لها في نفسك. ولو شنو بتقومين وبتقعدين، يا طبعا ما أدري يمكن في حالات خاصة، بس كل مرة أسأل أحد أسهل سؤال عقب ما أو دائما أول طبعا في البداية يقول لي لا 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 نفي، وبعدين لما نبدأ نبحث يكتشف أنه صح على مستوى معين، صح أنا عندي هذه الخصلة اللي أكرهها في فلان، ولا شان ما كرهتها لهالدرجة إلا لأن أنت رافضها في نفسك أصلا. فمو معناته أن شرط أن أنت تتصادق مع هذا الشخص اللي يضايقك أو عدوك أو ضارك أو كذا، ولكن حلو أن الواحد يبدأ يبحث في كل علاقاته عن العامل المشترك بينه وبينهم. فإذا كان في حياتك شخص يكذب عليك، طبعا إذا على الناس ما بتعرف أنت، بس إذا يكذب عليك وكذبه يبدأ يضرك، يجب أن تنظر بداخلك، ويجب أن تحلل. أنا الحين قاعدة أرتجل، سامحوني، عشان كذا أتكلم بطيء وأتكلم بس أختار الجمل يعني عشان نفكر بصوت عالي مع بعض. فيجب أن أحلل نفسي، أحلل تصرفاتي، وأبدأ أشوف وين في أشياء أنا قاعدة أكذب فيها، ما هي المواقف اللي أجد نفسي أنا أكذب اللي قاعدة تجذب لي الأشخاص اللي يكذبون. إحنا حين قاعدين نبسط الأمور، الأمور معقدة طبعاً أكثر من كذي، مو بهالسهولة فقط هو يكذب إذن أنا أكذب، بس بشكل عشان نسهل الفكرة بنقول إن لابد إن في على مستوى معين أنا عندي تردد الكذب يتناسب معه. فممكن هي تقول لي بالعكس، تعرفين أنا أكثر وحدة أكره الكذب، وأنا أكثر وحدة أحب إن الناس تكون صريحة، وأحب إن فلانة ترى ما تكذبين، لا أنا ما أكذب، وأنا أصلاً ما أحب أكذب، وأنا أصلاً كذا وكذا. أحياناً لما عندما لا تجد سبب واضح في نفسك للكذب، خلينا نقول أو مصدر واضح للكذب في نفسك، أحياناً تبحث في، تعرفون لما الواحد يكون عنده مشكلة في البيت بس ما يبي يشوفها، فيقوم يحسس روحه ويحسس اللي حوله أن كل شيء أوكي، ولأن كل لا عشان أنا أحسس روحي أن كل شيء أوكي عشان ما ينهدم كل شيء بنيته، فأقوم أقول يلا أنا بمشيها وبتغاضى وبسوي وبكذا، بس من داخل جسمك قاعد يقول هذا غلط، هذا اللي قاعد يصير غلط، انا ترى متضايق، انا ما مرتاح، انا ترى في مشكله هني، وانت ساكته على الغلط، وانت قابله بالممنوع، وانت قابله باشياء اقل من قيمتك، وانت قاب وانت مفسرتها على ان ما في شيء، ترى الدنيا حلوه، فقاعده تشذبين على روحك. واحيانا نشوف ان احنا احيانا، وما بسميه كذب، هو يمكن شنو الكلمة اللي أنا أبحث عنها، يمكن حتى مو بأنه بتسميه أتغاضى، ما أعرف شنو الكلمة الحين ما قاعدة تيني، بس كأن أنا أحاول أن أنا ما أشوف، ولأن أنا قاعدة أحاول أن أنا ما أشوف، صح هو يمكن أنا اليوم سويت روحي ما أشوف فما شفت، بس هي السالفة من داخلي قاعدة ترجع، فأنا قاعدة أكذب على روحي لما أقول إن هذا الموضوع ما يضايقني، ولا هذا المنظر ما ضايقني،
ولما اروح حق عيالي واقول لهم ترى الامور كلها اوكي، كمثال يعني لما اروح حق عيالي واقول لهم ان ترى الامور كلها اوكي، ترى ما في شيء غلط، ترى هذا الشخص زين، ترى انتم كل شيء زين، ترى طبطب عليكم ما في الدنيا شيء، انا ايضا قاعده اكذب عليهم. ف يعتمد على التحليل. في ناس ممكن يقول لك انا قاعده اطمنهم، نعم طمنهم، بس طمنهم بحقيقه لا تطمنهم بكذب. واغلب الناس اللي يطمنون الاخرين عاده هو مطمن نفسه اول، يعني مو حتى مو مطمن، الكلمه غلط، يعني لابد ان على مستوى معين انت قاعده تكذبين على روحك، لان اذا في ناس كذابين حولك وانت ما تركتهم، ما اتخذت هذا القرار عشان تتركهم او تخفف علاقتك معاهم، معناته ان انت لابد ان هناك شيء ما يجذبك لهم ويجذبهم لك ويخليهم في محيطك. فاحيانا الفكره اللي ابي اوصلها اليوم، احيانا يكون كذبي على نفسي، واحيانا يكون نوع من الكذب اللي هو انا اتفادى فيه الحقيقه. ومن انواع الكذب، مو النوع الوحيد بس من انواع الكذب، ان انا حتى احاول اني انا امثل، يعني اجامل، امثل، احاول اني انا اسوي روحي اطلع بشكل شكل مختلف عن عمري، كني اقص على روحي، يعني كني قاعده احاول اخدع الزمن يعني. ف هلا شفت تعليقاتكم، يمكن كتبتوا لي الكلمه. تقول إذا قريب أو زميل عمل أوهم نفسي والآخرين، نعم يمكن أوهم كلمة حلوة، فهو يتعامل بدرجات من الكذب مع نفسه، فلذلك يجد ناس في حياته تتعامل معه أيضا. يغطي مو يغطي سالفة ترجع. تقول هل الذكور يكذبون أكثر من النساء؟ ما أظن، أظن البشر كلهم يكذبون نفس الدرجة، يعتمد على هو قيمه شنو. أخدع عقلي الباطن والوعي. ومن فتنس كتبت لي دينايل، دينايل ترجمي لي إياها هذه الكلمة اللي أبيها. أتجاهل، أوهم نفسي، ألعب على نفسي، أكابر، يمكن أكابر. لازم نسلك لهم، خصوصا إذا الكذاب مقرب أو معنا في البيت. تقولي بس أشوفك ترتاح نفسيتي حبيبتي. ف تقول كلنا نكره الكاذب خصوصا الصادقين، ولكن المشكله في الشخص الكاذب. اوكي، خل الحين من هالتعليق بننتقل الى الفكره الثانيه. انكر، اي يمكن انكار، هو الانكار، اي نكران، صح، ما ادري شلون راحت عني الكلمه. فانا كاني انكر هذه الحقيقه، ان ترى انا قاعده اكذب على روحي، لذلك ممكن ان يجوني ناس يعطوني من نفس الدواء، نفس الشيء اللي انا قاعده استخدمه للعالم يعود لي، لانه هو ترددي. وحتى لو انا بقعد اكتب قيمي من الصبح لليل وبقعد ارددها وبسوي توكيدات وبسوي ألف شيء من الصبح لليل، اذا انا عندي حتى لو درجه بسيطه من الكذب من الداخل، ساجذب اشخاص مع هذا التردد. ويمكن إذا تردد عندي بسيط، يمكن بيوني ناس مو قراب، مو شرط وايد قراب يعني مني، يعني بيوني على قد اللي عندي يعني. وإذا عندي من داخلي حقيقة ووضوح وحب وكذا، باجذب نفس الشيء، بيجيني نفس الشيء. فإذا ننقل هذه الفكرة على مستوى مختلف، أوكي، الحين عشان اللي باقيين للحين معنا في البث، الحين بندخل في شيء أعمق شوي. فإذا ننقل هذه الفكرة لمستوى أعلى شوي،
بنقول أنا إذا كل الأشخاص اللي حولي أنا جذبتهم، إذن هم جزء من هذه المسرحية اللي أنا أسميها حياتي، صح؟ فهم كلهم جزء من هذه المسرحية، والمسرحية كلها تعتمد على هذا التردد بما فيها الأشخاص اللي فيها. فمعناته أنا إذا غيرت السيناريو من داخلي بيتغير سيناريو المسرحية أيضاً، وتشوفون أشخاص تسقط من حياتي وأشخاص جديدة تأتي، لأن مع تطور نفسي من الداخل في أشخاص ستأتي وأشخاص ستذهب بناء على التطور اللي قاعد يصير من داخل، لأن هي مسرحية حياتي أنا، وأنا اللي قاعدة أبنيها مع بناء نفسي. فأنا قاعدة أبني أفكاري وأبني جسدي، يعني الحين جسدي الحين وإحنا قاعدين نتكلم قاعد يتطور ويتكاثر، في خلايا قاعدة تموت وخلايا قاعدة تنبني. تنبني على أي أساس؟ تنبني على أساس التردد اللي أنا عليه. إذا ترددي عالي بينبني شيء معين، وإذا ترددي واطي بينبني شيء آخر، وبناء على هذا التردد بتنبني الشخصيات أيضا التي تحيط به. فتشوفون ساعات، تعرفون هذه التجارب اللي يحطون رمل كمثال، عقب يحطون صوت معين، مثلا عندهم هذا الملة اللي تسوي صوت ويسوي قن ويطقه، وتشوفون ان الرمل يتشكل بهيئة مختلفة لكل صوت، فكل صوت مختلف له شكل مختلف، واحد يكون على شكل نجمة، واحد يكون على شكل دوائر، يعتمد على الصوت. فهذا تردد، فالشكل اللي تشكل الحين من الرمل يعتمد على التردد نفسه. فنفس الشيء أنا كأني قاعدة أبث تردد معين، والأشكال اللي بشكلي أنا الخارجي بيكون مبني على هذا التردد، والأشكال اللي حولي الأشياء اللي بتنجذب لي أيضا ستكون مبنية على هذا التردد. فإذا نأخذ فكرة، خليكم معي أوكي، يعني عارفة هي شوي بنطلع فيها الفكرة خارج الصندوق. إذا بناخذ فكرة إن هي مسرحية حياتي، وإن الظروف كلها والشخصيات كلها اللي في حياتي الحين هي مبنية على شيء يبث من داخلي، فبيصير كأنه حلم، صح؟ يعني كأني أنا في الحلم وقاعد أشيل وأحط على كيفي يعني. فيمكن في الواقع هذا حلم، هل هذا هو حلمي؟ يعني أنا لما أكون أحلم أنا أقدر أقرر شنو أبي أحط وشنو أبي أشيل، لأنه هو حلم. فودي أن أنا أطرح هذه فكرة الأحلام، ندخلها في هذا الحوار، لأن فكرة استخدام الأحلام لتطوير حياتي وتطوير الناس المحيطين بي فكرة خارج عن الصندوق كلش، يعني قليلين اللي يتكلمون عنها اليوم، ولكن فكرة جدا مهمة لكي أطور نفسي وأطور ما يحدث بحياتي. في دورة على أكاديمية عليا اسمها دورة الحالمون، اللي حضرها معي قبل سنتين ولا ثلاث سنين ما أتذكر الحين، بس سويناها لمدة 21 يوم، كنا نطور فيها قدراتنا على الدخول في عالم الأحلام. وفي كثيرين كانوا يظنون ان انا ابي انه هو يبي يدخل عالم الاحلام عشان يفسر احلامه. انا اقول لك لا، انت تدخل عالم الاحلام عشان كانه يصير عندك فكره شوي اوضح على ما يحدث بداخلك، لكي تفهم التردد الذي تبثه للعالم. لما ندخل في عالم الاحلام ندخل كأنه في عالم الداخلي، أدخل كأنه في اللاوعي أو في عقلي الباطن. لما أدخل في عقلي الباطن أقدر أستشف المود العام. فإذا أنا خايف في دنيتي بتكون أحلامي فيها خوف، إذا أنا مستانس في دنيتي، إذا أنا مربوش في حياتي بكون مربوش في الأحلام. فأبدأ أفهم ماذا يحدث في الأحلام، وأروح خطوة أبعد، ما أقعد بس أفسر أحلامي عشان أفهم زين فهمت سويت الحين. الحين حلمت أني حلم، أنا عارف أن أنا متضايق، وعارف أنا ليش حلمت هالحلم اللي أنا قاعد أركض وراي ما أدري مين وما أقدر أوصل وكل مرة أطيح، أعرف إيش استفدت الحين. الفائدة هي أن أنت تبدأ تتعلم مع الوقت أن أنت تستفيق في هذا الحلم. عندما تستفيق في هذا الحلم يصير كأنك أنت توعى أن أنت قاعد تحلم،
في الحلم. فوانت في الحلم تقول لحظه، انا كل مره اكون اركض كذي اقوم الصبح واكتشف انه هو كان حلم، يمكن هذا حلم. فتبدا تتساءل هل هو حلم، وعندنا كذا طريقه تكتشف فيها اذا هو حلم ولا لا. وبعدين لما تكتشف ان انت في حلم، توعى خلينا نقول في حلم وانت في مطار والناس تركض والطياره بتطير، انا دائما هذا الحلم يتكرر عن الطياره بتطير ولازم بسرعه اركض، لازم بسرعه اجيب اغراضي ولازم كذا كذا كذا. اوكي انا الحين فهمت ان انا اتذكر ان كل مره اكون في المطار يكون حلم، فانا خلا اشيك كذا الحين. شيكت واكتشفت ان انا في حلم، لان اقدر اسوي اشياء ما كنت اقدر اسويها، اقدر اطير، اقدر انط، اقدر اصبغ الطوفه، اقدر. اكتشفت ان هذا حلم، فوعيت في هذا الحلم. بعدين ما اصحى من النوم، اتم فيه واقعد اتلفت حولي، اوكي، واشوف انا عقلي شنو بنى، شنو بنى الحين، يعني كاني دخلت في عقلي الباطن وبنيت هالاشياء. الان لما اذا انا عقلي الباطن هو بنى كل المطار كله وبنى الطيارات وبنى حتى الاشخاص اللي معاي في هذا الحلم، لما اكون وعيت انا اقدر اغيرهم، لان انا واعي ان هم جزء من عقلي. فهمت ان هذا السيناريو كله هو جزء من عقلي، هو فقط انعكاس لما كان يحدث في عقلي. فلما وعيت في الحلم، وشعور جدا جميل، لان انت تبدا تحس ان اكتشفت ان هذا القلق والتوتر والخوف اللي انا كنت فيه والشد والكذا كان كله كذب وكله لا يعني شيء. فيصير عندك هذا الشعور ان انت كانك استفقت، كانك واصل استناره وهو بس انت واعي في الحلم. فتبدا في هالحاله تبدا تتعلم مع الوقت، يعني لما تبدا تتعلم تتحكم في احلامك، تبدا في هذه الحاله تغير الاشخاص من حولك، تقول لا انا ما ابي هذا الشخص اللي هني لانه هو كان قاعد يحاول يلحقني ويضرني، انا بشيله وبايب احد ثاني بداله. انا بختار ان يكون حلمي الان هو المكان الفلاني مثلا، وبايب مثلا المتحدث الفلاني والمختص الفلاني وكذا، وبقعد معاهم في اجتماع وبطور نفسي معاهم في الحلم. تجيب اللي تبي. ففي هالحاله كونك انت استفقت، انت استطعت ان تتحكم فيما حولك بالوعي في الحلم. اوكي، بما انتم الحين، بما ان انتم للحين موجودين معي، بنروح درجه اعمق شوي وبنقول ان احنا نتعلم كيف نستفيق في الحلم، نتعلم مهاره الاحلام الواعيه لكي اتعلم كيف استفيق في الحلم واكتسبها كمهاره، عشان بعدين اطبقها على حياتي واستفيق في حياتي ايضا، واكتشف ان الظروف والشخصيات اللي موجوده هي ايضا انعكاس لي. ولما انا اغير اللي فيني واقرر ما بداخلي، استطيع ان اغير هالاشخاص واغير هالظروف. سهل؟ لا، مو سهل ابدا، مو سهل، بدليل ان كل الرسل كان جهاد النفس بالنسبة لهم هذا الشيء، ان انا استطيع ان اجاهد نفسي لكي اصل الى هذا المكان اللي استطيع ان اتحكم فيه في نفسي وفي افكاري. ليش في بيئة الحلم، انتوا حين قولوا لي اذا ما فهمتوا شيء قولوا لي بشرح مرة ثانية، بس اللي مكتوبة له الحلقة اليوم بيفهم. السؤال هو ليش في بيئة الحلم استطيع ان اغير الناس بسهوله، وفي بيئه اليوم اللي انا عايشه فيها الحين يمكن اصعب، يعني مو سهل علي اقول والله انت يا فلان يلا برا، انت بايب احد احسن منك. ليش مو سهل؟ لان احنا في بعد حاليا اللي هو يسمونه البعد الثالث، فيه عامل الزمن عامل مهم. انا اذا قررت اني اغير من نفسي احتاج وقت، احتاج احضر كورسات، احتاج اغير اكلي، احتاج اسوي رياضه، لازم اسوي تنظيف، لازم اصفي نيتي، احتاج وقت بين ما انا عشان اوصل من هني الى الهدف اللي ابي. عالم الاحلام هو بعد اخر لا ينطبق عليه الزمن،
فأقدر بسهولة أن أنا أقول والله الحين أبي أكل الشيء الفلاني يطلع لي، إذا أفكر في فلان وأنا في الحلم أفكر في فلان يطلع لي، إذا أنا واعي في الحلم يطلع لي مباشرة، لأن أنا هناك في بيئة كل ما أفكر فيه يتجلى، في بيئة ترددها أعلى، فأستطيع أن كل شيء أجذبه وكل شيء يتجلى بشكل سريع. تقولون لي زين هذه وايد بيئة أسهل أن أنا أغير فيها ظروفي. نعم هي أسهل من ناحية ولكن أصعب من ناحية أخرى، لأن إذا أنت ما زلت لم تتقن مهارة التحكم في أفكارك وتروح هذه البيئة اللي تقدر تجذب فيها أي شيء بشكل سريع، ستجذب أيضا مخاوفك، تجذب أيضا أبشع الأشياء اللي موجودة في عقلك. فهي رحمة من الله، خلينا نقول من ناحية ان احنا موجودين في بيئة التجلي فيها بطيء بعض الشيء، عشان انا اقدر اني انا احسن افكاري وانظف نيتي قبل هي تتجلى لي، اكون اشوفها اوعى فيها افهمها واحاول ان انا اغيرها عشان احسن ما سيتراءى لي. فتشوفون ان عندنا هني في هذا البعد، خلينا نقول او في هذا الجسد، لان احنا جسد مادي ثقيل، البعد ثقيل، كل شيء يصير فيه بطيء، كل شيء ابطا، انا ما اقدر اطير الحين لان انا في ثقل في هذا البعد. فعندما اطلب ان اجذب شخص معين لازم اشتغل على روحي ولازم اشتغل على ظروفي ولازم اهيئ بيئه معينه ولازم انا اكون على تردد معين ولازم كذا. واذا بيصير مع الوقت. فانت تقولين مثلا اوه انا صار فيني هالشيء، ساعات مثلا احد يقول لي أنا مثلاً تحققت لي هالسنة أمنية، تعرفين من متى أنتظرها؟ تعرفين من متى صار لي أنا أبي هالشيء؟ أو في ناس يقولون لي أنا من كثر ما صار لي فترة أبي أنا فقدت الأمل وقلت خلاص أنا الحين هذا الشيء ما بيصير فتركته، صار لي اللي تقول لي 8 سنين، اللي تقول لي ذي. بعض الأحيان البنات يقولون لي أنا صار لي مثلاً 5 سنين أنتظر أي معاش رحلة الصحة، اللي تقول لي أنا كنت أبي أسوي ما أدري شنو واهتميت 10 سنين لما صار. هو مو لأن الله يبخل علينا، هو لأن أنت لازم تكونين في تردد معين ونية معينة، ومو بس نية معينة، لازم يكون عندي درجة معينة من قدرتي على التحكم في أفكاري، التحكم في ذاتي كأنه. وهذه الفكرة، فكرة التحكم في الأفكار، هي الفكرة الأساسية اللي نتكلم فيها على في دورة الصراط المستقيم. اللي ما حضرها معنا في رمضان دخلنا فيها في العمق 30 يوم نتكلم كل يوم فيها عن فكرة مشابهة لهذه الأفكار. خلينا نقول واحدة من الجوانب اللي فعلا دخلنا فيها في هذه الدورة هي أن قدرتي على أن أتحكم في أفكاري أو العكس، أو أن أفكاري تتحكم فيني، قدرتي على أن أتحكم أنا في جسدي أو أن جسدي يتحكم فيني. خاطري أكل شيء، أوكي بروح باكل شيء، أنا ما عندي قدرة، لا ما أشتهي وما أقدر أسوي. على أي أساس أنت قررت اليوم أن أنت مثلاً ما تروح تسوي رياضة؟ لا، جسمي قال لي. لحظة، أنت اللي تتحكم في جسمك ولا جسمك اللي يتحكم فيك؟ لا أنا اليوم مثلاً كلت الشيء الفلاني لأن أنا ما كان عندي طاقة، من اللي قرر؟ ما أدري، أنا حسيت كان خاطري أنت اللي تقرر ولا هو اللي قرر؟ شنو اللي قرر؟ من المتحكم؟ فعشان احنا نتدرب، خلينا نقول نتدرب على هذه الفكرة ان احنا نستطيع ان نتحكم في افكارنا طوال الوقت، احنا نتدرب فيها في عالم الاحلام، او احدى الطرق اللي تقدر تتدرب عليها فيها يعني في عالم الاحلام، لان هناك تقدر تاخذ فكرة على عالمك الداخلي وتبدأ تغير فيه على كيفك، وبعدين تكتشف ان هذا ايضا ينطبق عليك الان. فالاستفاقة في الحلم تلعب دور كبير في الاستفاقة في الوعي، خلينا نقول، او الوعي في العالم الان، ان انت تكون واعي بدورك في تجلي هذه الاشياء في حياتك. وبعدين طبعا الهدف الاسمى هو ان انا حتى عندما انتقل، خلينا نقول اذا بعد مماتي انتقل الى العالم الاخر، اكون ايضا واعي هناك، ان انا يكون عندي ايضا هذه الدرجه من الاستفاقه والوعي هناك، لان يمكن هناك حتى تكون فيها مراحل، ان انا عشان ما ابتدي من الصفر حتى في الاخره، يعني اكون خلاص واصل بدرجات اعلى هناك. بس هذا موضوع ثاني يمكن يحتاج شوي وقت اكثر. ف
فنرجع بس عشان نسكر الدائرة، أنا اللي أختار ماذا يحدث في حياتي، أوكي؟ أو أنا المسؤول عما يحدث في حياتي، ولكن لا يبدو لي وكأني أنا المسؤول حاليا، لأن أنا الآن عندي قدرة على السيطرة والتحكم في نفسي واطية، ولأن ما أقدر أتحكم في نفسي عدل، ما أقدر حتى أوقف روحي من الكذب ولا المجاملة ولا الكذا، بيتراءون لي ناس بشكل عشوائي، انعكاسات لي عشوائية، فستبدو لي حياتي كأنها عشوائية وفيها ناس تضرني وفيها ظروف تعبني وفيها ظروف ساعات تسعدني وساعات لا وساعات لا، لأن هي انعكاسات عشوائية للعشوائية التي تحدث بداخلي. وأنا قاعدة أحاول الحين أبسط موضوع جدا عميق، أنا بروحي أحتاج يمكن يعني لما الحين لما أموت عشان بس أفكك في هذه الفكرة. العشوائية التي تحدث في الخارج هي انعكاس للعشوائية التي هي بالداخل، فنوع من جهاد النفس هو ترتيب أموري من الداخل بما فيها تحديد قيمي والتخلص خلينا نقول من العادات اللي فيني اللي لا تأتي لا تشبه هذه القيم، عشان أبدأ مو بس عشان أنا أبدأ أجذب أشياء حلوة وأبدأ أعيش حياتي مترفة، عشان أنا أبدأ أوصل لشيء أعمق، عشان أبدأ أجذب الناس الصحيحين اللي بيعلموني أشياء ومو بس بيسحبوني على تحت وبيوطوني أنزل وأنزل. أنا أحتاج أن أنا أتعلم دروس عشان هذه الروح ترتقي إلى أن أموت، صح؟ فإذا أنا الحين قاعدة أجذب ناس بشكل عشوائي معناته دروس عشوائية، معناته أنا الحين ممكن قاعدة أتعلم درس من شخص لا يعني لي شيء ولن ما بيفيدني في رحلتي الروحية، وفي الواقع قاعد يخرب علي وقاعد يبطئ علي. لما أبدأ أجذب الأشخاص الصح أبدأ أجذب الدروس الصح أيضا، فلما أجذب شخص صح، هذه النقطة جدا مهمة فبس نصحصح دقيقة، يعني لما أبدأ أجذب الشخص الصح في حياتي مو شرط أنه بيكون معناته أن حياتي بتكون سهلة، لأن الدرس الصحيح مو شرط يكون درس سهل، أحيانا يكون هو الشخص الصحيح ولكن الدرس صعب. فمو كل شخص سيء على فكرة في حياتي هو الشخص الغلط، أحيانا يكون هذا الشخص السيء هو اللي أنا جذبته من الخير اللي أنا سويته في حياتي عشان يعلمني درس معين، عشان يمكن يعدل لي بعض الأشياء. فبس هذه النقطة جدا مهمة، يعني قبل لا أدخل في الأسئلة، إنه مو لما أنا أكون عندي خلينا نقول نظفت روحي وانعكاساتي صارت أحسن، مو شرط إن أنا بس بقعد على البحر طول حياتي وخلاص الحياة بتصير حلوة. احيانا جمال الحياه فيه صعوبتها لانها الدروس تكون اقوى فتكون على مستوى اعلى للروح، يعني ان شاء الله ما فرت راسكم. رشا تقول ابدعتي شكرا حبيبتي، تقول في تردون على بعض، اوكي خلنا ناخذ الاسئله وبعدين نشوف التعليقات. تقول حصه ما شاء الله عليكم شكرا التوضيح وصلت الفكره، في بعض المرات يكون في ضعف التحكم في هذه الحالات كيف؟ لابد انه بيكون في ضعف في التحكم لان لا توجد ممارسة. اي شيء اي شيء، انا الحين اذا ابي ما ادري اذا ابي اروح ابتدي اتزلج على الجليد عندي ضعف في التحكم لان انا مو متمرسة فيه، لازم اتدرب، لازم شيء اسويه كل يوم، لازم اكون واعية ان انا قاعدة اسوي غلط وواعية بالشكل الصحيح اللي لازم اسوي فيه. فأنا الحين مثلا خلينا نقول إذا أنا اليوم قررت أن أنا بتحكم في أفكاري وبتأكد أن كل أفكاري أنا اللي أقرر هي من وين تي، مو على كيفة بس يجيب لي فكرة من الماضي ويدخلني في حزن، على كيفة أنا اللي بختار، مو معناته أن أنا دائما أتنطط في هذا الإيجابية المزيفة لكل شيء حلو وكل شيء لا، بس إذا أنا في موضوع أبي أفكر فيه من الماضي كمثال بجيبه بستحضره وبفكر فيه وبتخلص منه لما أخلص منه خلاص، فمو معناته ان انا ادخل في زيف ايجابية وهذا التطور الذات اللي صار كله بس فكر بايجابية وفكر بايجابية نطلع احنا كأنه، يعني مع احترامي طبعا مو كلهم بس مو كلهم يسوون هالشيء، بس احيانا احنا بسطنا الموضوع لدرجة انه صار كأنه فكر بايجابية بس خلاص اقعد اتنطط وافكر بايجابية والحياة بتصير حلوة. لا، احيانا الحياة تتطلب ان انا افكر في شيء جاد استحضره افكر فيه وطلع.
الفكرة هي أن أنا أكون متحكم، أنا اللي أقرر شنو يدخل فيها العقل وشنو يطلع منها العقل، وقدرتي على هذا التحكم تأتي مع الممارسة. فإيه ما بيكون عندنا قدرة على التحكم، خاصة إذا أنا أول مرة أو عن هذا الشيء أصلاً أنا لازم أسويه، إن أصلاً أنا يمكن ما كنت واعي إن أنا اللي لازم أكون متحكم. أنا إيش دراني لما يطلع لي فلان، لا طلع لك فلان أنت تتحكم، أنت المسؤول، مو لوم ولكن مسؤولية، أنا أخذ مسؤولية هذا الفلان اللي طلع وأقدر أتحكم في تصرفاتي معه وتفاعلي معه أيضاً. تقول هل الخير والعطاء مش كويس لدرجة تيجي شخص يستغلني حتى يخليني أوقف هالخير بداخلي؟ الخير والعطاء مش كويس. أنا طبعا ما أعرف الجواب بالضبط على سؤالك، يمكن ما أعرف يعني، بس في نظري هي لأنها هي ترددات، لازم دائما يكون في توازن. عشان لكي نصل لهذا الاتزان لازم يكون القطبين، لازم يكون حار بارد، ليل نهار، يمين شمال، سالب موجب، لازم يتساوون. فالعطاء الزايد مو شرط بيجذب لي الخير لانه ما في اتزان. فأنا إذا بعطي وايد لازم أيضا يكون عندي القدرة على الاستلام أيضا. فإذا بعلي عندي العطاء لازم أعلي عندي الاستلام. يعني كمثال، أنا أول كمثال يعني أول كان عندي صعوبة لما ما أعرف يعني تعرفون إحنا عندنا مثلا خاصة في العالم العربي عندنا إنه يعني لما أحد يمدحك لا تنغر ولا لا تصدق ولا لا تحسس ان انت يعني وايد صدقت ولا. فاول لما احد يمدح دائما كنت احس لا يعني لا بالعكس اكيد، لا بالعكس انتوا اللي ذا بالعكس، لا اكيد مو صدق اكيد، وحتى بيني وبين نفسي لا اكيد. مع الوقت دربت نفسي، هذه حقيقه يعني، دربت نفسي على اني اتقبل المدح حتى بيني وبين نفسي، اتقبله واخذه باكمله، ما اسمح لهذا الصوت الداخلي. احيانا لما احد يمدحك في عندك صوت داخلي، عاد الله يعلم صوتك الداخلي منك ولا من اهلك ولا من مدرستك ولا الله يعلم، بس احيانا اي، فانت ما تعطي فرصه لهذا الصوت الداخلي ان يمنع عنك هذا الاستلام، هذا الصوت الداخلي اللي قد يقول انت ما سويت شيء، ليكون خليتهم يصدقون ان انت تسوى شيء، ترى هما لما يكتشفون ان انت ما تعرف شيء بعدين بيبين الصدق. فهذا الصوت الداخلي وسواس، تسمينه اللي تسمينه، الشيطان الرجيم، تسمينه اللي بتسمينه، وهو موجود عند الكل بس بدرجات متفاوتة. فعشان اتقبل الاستلام مو بس استلم فلوس ولا استلم هدايا، استلم حتى الاطراء بيني وبين نفسي، استلم حتى مثلا صار لي شيء زين انا اسعد به بدون ما اقول اوه الحين صار فيني شيء زين الحين اكيد بيصير فيني، ولا الحين كنت قاعده اضحك احنا اكيد بصيح. احيانا احنا نمنع عن نفسنا هذا الاستلام ايضا. فهذه هي الفكره. فالعطاء الزايد ما ادري ايش اقول لك، بس اتخيل يعني من سؤالك ان العطاء الزايد ايضا في عدم اتزان، لأن أنت ما أخذتي أيضا، فناخذ ونعطي ناخذ ونعطي. لذلك أحيانا لما مثلا أنا أعطي مثلا نصيحة وأستلم بدالها مثلا فلوس، ولا أستلم بدالها، ولا مثلا أنا أعطي نصيحة وهو يعطيني نصيحة، هذا التبادل دائما يصير فيه بركة للجميع الموجودين في هذا التبادل، يصير في بركة أكثر لأن صار في هذا الاتزان. ففي ناس تظن إن هي بالعطاء بالعطاء، وليش الله ما قاعد يعوضني، وليش على أنت خذ. وأشوف في عالم التطور، عالم المختصين أيضا، خاصة عالم الناس اللي يمكن تبحث عن الاستنارة وتبحث عن الوصول لمستويات أعلى من الوعي، تظن إن هو يقول لا لا أنا خلاص أنا ما تهمني الفلوس وأنا ما بأخذ عليك شيء، أنا بس بساعدك، بس بعطيك بدون ما اخذ. ما بقول هو قاعد يضر نفسه، لان في الاخير احنا ما نعرف مين قاعد يضر شنو،
بس بقول هذا بيخل بهذا الاتزان. فإذا أنت قدمت خدمة لا تستحي أن تأخذ عليها أنت رسوم، لا تستحي، لا تتفشل حتى بينك وبين نفسك، لا تشعر بالذنب، لأن هذا في هذا التبادل، في هذا الاتزان، وأنت قدرتك على بناء هذا الاستحقاق لكي تستلم بتساعدك أيضا مع مرور الوقت. فما أدري إذا جاوبت سؤالك ولا لا، بس هذا الظاهر اللي مفروض أن نسمع اليوم. تقول لايف بشرة، تقول كيف أرفع ترددي أو أغيره لو أنا مدركة أنه لا يخدمني، وهل نوع أفكاري هو ترددي؟ ترددك هو نوع أفكارك ونوع جسدك ونوع غذائك ونوع كلامك ونوع نيتك، هذا كله تردد. فأنا مو بس أغير أفكاري وأغير نواياي، لازم أغير الجسد أيضا، لأن الجسد لما يكون غير صاحي، الخلايا الغير صاحية تبث سواد، تبث كأن دخان، كأن شيء مظلم. فأنت جسد وروح، وهذا الاثنين مع بعض. فإحنا يمكن الفخ، أنا دائما أتكلم عنه، يعني الفخ الذي نقع فيه هو أن إحنا نظن أن في عالم تطور وعالم التأمل وعالم كذا، أن أنا بس لازم أغير أفكاري وبس لازم أغير نواياي وأطلق نية وأسوي كذا وأسوي كذا، ولكن لا، الحقيقة هي أن أنا لازم بعد أغير جسدي، لأن إذا جسدي ما تغير، جسدي وعقلي بيصير بينهم تناقض، وبيصير هذا يجذب شيء وهذا يجذب شيء. فأنت يمكن بنواياك الجميلة وعقلك الجميل بتجذب أشياء وايد جميلة، بس بيصير جانب كبير فيه منه عشوائية، لأن هذا الجسد تردده من هذا الشيء. هاي تحليلي أنا طبعا، يعني فأنا أقول لكم، يعني سألوني مرة ثانية عقب 5 سنين، أنت قاعدة أتفكر ما زلت. كيف أستفيق بالحلم؟ شاهد تقول، شوفي احنا سوينا دورة كاملة موجودة على أكاديمية عليا، اسمها دورة الحالمون، هي دورة 21 يوم، نتكلم عنها، نتكلم فيها عن هذه المهارة اللي تبنينها على مدى 21 يوم، فعلا تبنين كأنك عضلات جديدة. يعني اللي فعلا يحب هذه المواضيع واللي فعلا يحب انه هو يتجه في عالم تطور، انا احس ان جانب الاحلام جانب جدا كبير. واذا احنا نحلم، اذا احنا ننام ثلث من يومنا، تخيلوا انتم انه هو ثلث من حياتك، يعني اذا بتعيش للـ90 هذه 30 سنة انت نايم. فثلث من حياتك لا توظفه لشيء، وهو ممكن تدخل عن طريقه الى عالمك الداخلي، عالم العقل الباطن والوعي الجمعي، ايضا تصل له من العقل الباطن، عالم جدا جدا جميل، وتكلمنا في تفاصيله باسهاب في هذه الدوره، وخذينا اسئله ثمينه جدا، ودخلنا في اشياء يمكن حتى ما تنقال على الحلقات البث الحي يعني. فاللي فعلا يحب هذه المواضيع، دوره الحالمون هي دوره جدا مفيده لك، مو بتفسير احلام ولا لها علاقه بتفسير الاحلام، ولكن لها علاقه بالاستفاقه، كيف اصل الى الوعي في الحياه عن طريق تعلم هذه المهاره في الاحلام. ويمكن كيف اودي هذا الوعي معي ايضا الى الاخره. تقول اذا استفقت مستحيل ارجع خلاص في الحلم، يعني جسمك بيراجعك. تقول هل الإيجابية المزيفة هي نفسها التسليم مع ابتسامة وتحديث النفس عند المواجهة؟ لا 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 لا، إن أنا مثلا، خلينا نقول إن أنا بواجه موقف بابتسامة وبطبق عليها، على هالموقف بطبق عليه الحلم والصبر وبرجح العقل، لا بالعكس، يعني أنا قاعدة أتكلم عن الإيجابية المزيفة اللي كأن الحياة بس لازم يكون فيها ضحك، يعني كأن إذا شفت واحدة تصيح قدامي أقول لها لا 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 تصيحين، ترى يعني أنت فاكرة بإيجابية كل شيء بيصير حلو، لا، هناك وقت للبكاء ووقت للحزن ووقت للضحك، يعني الحياة فيها مشاعر عديدة، إحنا كأن واحد يواجه الحياة أنه هو يكون شخص يعني ما نكون كأن احنا اطفال بس لازم نتنطط ونضحك طول الوقت،
احيانا في حياه تتطلب الجديه، واحيانا تتطلب الضحك، واحيانا تتطلب ان واحد ينظر بداخله. فلما انت تقول الايجابيه ان انا فقط فكر بايجابيه، كانك انت تحد من الدنيا وتقول ما فيها الا بس شمس. اذا ترى في جانب مظلم وفي جمال في الظلام ايضا، في جمال في الحزن ايضا. يمكن انت تواصلك مع ربك يكون على مستوى مختلف لما تكون حزين. ما اقول لك ابقى في هذا الحزن، بس هناك جانب جمالي ومفيد لنا في كل الحالات النفسية والعاطفية. فما يصير احنا ننكر حالة كاملة، يعني هذا اللي قصدي. هذه هي الإيجابية المزيفة في رأيي، اللي لازم احنا ننظر لها كان هي بس منظور واحد. تقول انا ما احلم او انسى، واذا حلمت لما افيق خلاص ابدا ما ارجع. عندنا في الدورة طرق تعلمك شلون ما في احد ما يحلم، كلنا نحلم بس ما نتذكر احلامنا. فاللي ما اللي يظن انه ما يحلم، هو مو انه ما يحلم، هو لان ما تعلم شلون يتذكر احلامه او فقد هذه القدرة على تذكر الاحلام. فنتكلم عن ذاكرة الحلم بشكل كبير في الدورة. تقول احنا ما جذبنا العائلة، هي اللي جذبتنا. ما اعرف اذا هذا السؤال ولا. تقول تقول انا دخلت دورة، او يقول ما ادري اذا تقول سوري دخلت دورة مالت الاحلام، وانا وانا نقدر نتحكم في احلامنا. حلم واحد قدرت اغير فيه، وبعدين الاحلام اللي اوعى فيها وابي اغيرها ما اقدر، ما ادري ليش ما يصير. ما اعرف اذا الدورة اللي حضرتيها كانت معي، بس جربي احضري هذه الدورة اللي معي عشان نتكلم فيها بتفاصيل اكثر على هالموضوع. احيانا اي لازم يكون في شوي تفكر اكثر بما يحدث في حياتك عشان تقدر توعى اكثر في الاحلام. حسن يقول هل مرحلة الانكار، مرحلة الانكار اللي يمر بها الشخص المصدوم، تعتبر كذب على على الذات، وقد تجذب الكذب من الخارج؟ احيانا انا ودي اجاوب كل سؤال بلا اعرف، يعني هو في الاخير ترى انا لا اعرف. كيف وهذا السوشيال ميديا لا تاخذ معلوماتك من معلوماتكم كلها منه، بس اخذوا خيوط وانتم بحثوا في هذه المواضيع بنفسكم. احيانا لما اتعلم شيء اجد نفسي اطبقه على الاخرين قبل ان اطبقه على نفسي، واحيانا لا اريد ان اطبقه على نفسي لان ما اشوف انه هو فيني او ما ابي اشوف انه هو فيني. فلازم افرق، لازم اجلس جلسة صريحة مع نفسي واقرر هل هو فيني وانا ما ابي اشوفه، او هل هو ما فيني حقيقة وانا بس اشوفه في الاخرين. وهذه الجلسة تحتاج جلسة صريحة مع الذات عشان الواحد يبدأ يفهم شلون يحلل نفسه ايضا. تحتاج صراحة وتحتاج جرأة، عشان انا ما اكون خايف لما انبش في نفسي، ما اكون خايف ان انا يمكن اشوف شيء ما يعجبني. انا ادخل بثقة واقول بادخل واللي اشوفه اشوفه، ويكون عندي هذا النضوج العاطفي. بعض الاحيان احتاج النضوج عاطفي او نضوج روحي ان انا ساتقبل ما اراه حتى لو اكتشفت ان انا كنت قاعدة اكذب على روحي. فأحيانا احنا نبي هذه الحياة اللي احنا راسمينها لنفسنا، نبيها تكون حقيقة، يعني نبيها تكون واقع. فعلا فعلا انا ابي يكون واقعي هذا الشيء، فاقوم احقر كل الانذارات واحقر كل المؤشرات واحقر كل اسوي روحي ان انا ما اشوفها، حتى لو بطني يعورني وجسمي يعورني وفيني ارتجاع وفيني خوف وفيني كذا، لا انكر. فمثلا تكلمني هي تقول لي اعطيني اكل معين يساعدني، عندي ارتجاع وعندي الم بطن وما اقدر اتحرك وما اقدر فلانه، خلينا نطالع الجانب النفسي. حياتك فيها شيء مؤذي؟ فيها لا فيها وايد، الحين وين بدخل؟ بس خلينا على الاكل احسن. تقول لي ما اقدر، ما يصير، لان انت هذه الاعراض اللي قاعده تصير فيك في جهاز عصبي
مركب من الله، الله ما اعطاك اياه جهاز عصبي عميق معقد قاعد يتفاعل مع هذا الانكار وهذا الكذب وهذا الاذى اللي قاعد يصير في حياتك. انا ما اقدر اي اعطيك اكله ولا سلطه ولا صحن واسكته، لانه هو اذكى من كذي. فاذا انت ما عندك استعداد وما عندك نضوج ان انت تنظر بداخلك، بتتم تكرر هذا الانكار وبتتم تدخل فيه وبتتم هذه الحلقه مغلقه. فانا احس اني طولت، فما اعرف انتم اذا تبون نكمل ولا لا. تقول لما وصلت الى حياه مثاليه بطل فيني الشغف. يمكن اوكي، هذا السؤال بروحه يحتاج جلسه كامله. لما وصلت الى حياه مثاليه بطل فيني الشغف. احيانا انا اكون اريد شيء معين من وعي معين، فاحط لي هذا الحلم. الحين انا اليوم عندي هذا الحلم، ان هذا الحلم الحين مثلا بحطه هنا على الرف، اوكي، هذا الحلم اللي ابي اوصل له. بهذا الوعي انا اخترت هذا الحلم. عشان اوصل هذا الحلم تطورت تطورت تطورت، يوم وصلت الحلم وعيي ايضا تطور معي، صار هذا الحلم لا يعني لي شيء. فما انقطع الشغف، يمكن تغير الشغف، ولكن انا قاعد اقول حق روحي ليش مو عاجبك؟ انت كنت تبينه، انت هذا الشيء من زمان تبينه. فانا دائما اقول، يعني ساعات اقول وانا يعني اضحك احيانا، اقول والله عليا القديمه كانت تبي هالشيء، من كذي انا قاعده اسويه الحين، لان انا اشتغلت عليه سنين، وبما ان انا وصلت للحين وانا عارف ليش وصلت له، لان هي كانت تبي اوصل له، وانا فيه اشتغل على الاشياء الثانيه الحين اللي ابيها بعد. فلا انكر ان انا يمكن لا اجد الشغف بما فيه الكفايه لما هو انا عندي الان، ولكن اعترف ايضا ان انا وصلت له لان هي كانت تبي ذاتي القديمه. فابدا اعمل على اشياء اعمق تناسب ذاتي الجديدة أو وعيي الجديد أيضا. فكون أن أنت وصلتي لشيء تبينه وصار لا يعني لك شيء، هذا مؤشر تطور، معناته أن أنا وصلت إلى مرحلة خلاص خلصنا هذاك. هذا كان من ذاك الوعي كانت هي تبي، أنا الحين وصلت لوعي معين، هي أنا الحين شنو أبي. أبدأ أشتغل على أشياء أعلى وأسمى لأن أنا قاعدة أتطور. أوكي، فأنا بنتهي هنا. أسئلتكم جدا جميلة، بس تقول لي وين عايشة في أي بلد؟ ما أدري شنو قصدك. أنا في البحرين. هل الأحلام تتغير مع تغير نمط الحياة؟ أكيد. تقول أعتقد جذب أشخاص بمختلف الأنماط يعتبر تحدي لي لأكسب خبرة بالتعامل مع هذا النمط. نعم ممكن. هل الكذب درجات أم كله كذب فقط؟ هذا خلونا نكملها في حلقات مقبلة إن شاء الله، لأن أخاف أن ما أدري أخاف طولت وأخاف ما يتسجل بعدين. فأشكركم على وجودكم معي في هذه الحلقة. عارف أن إحنا اليوم بعدنا شوي ووسعنا ورحنا في آفاق عميقة، ولكن مهم أن الواحد يبدأ يفكر شوي في العمق. إذا تحسون أن هذه الحلقة يمكن تحتاج أن تتابعونها مرة ثانية، وتحسون أن في أحد تبون ترسلونها له، حلو، عشان نقدر إحنا نناقش هذا الموضوع أكثر. وإذا عندكم أسئلة إضافية حطوها في التعليقات او على الخاص، مو تعليقات الحلقه البث الحي، تعليقات التسجيل اللي بتشوفونه. وخلونا نفتح هالموضوع، يعني يجوز نصل الى مراحل متقدمه مع بعض عن طريق هذا الحوار. ف خلاص اشوف بس ايه. اوكي مشكورين، شكرا شكرا شكرا. وايد في اسئله، وايد اسئلتكم حلوه، بس شلون يا ربي يا ريت بس تاخذون السؤال وتحطونه في التعليق، لان ما اقدر اسيب الاسئله، وإن شاء الله أتطرق لها إذا شفتها. إذا حطيتوها في التعليق نتطرق لها في حوار آخر. اللي حاب يسافر معي على أكاديمية عليا بتشوفون رحلة الهند، رحلات الصحة فيها رحلة الهند اللي إن شاء الله في شهر 11. عندي دورة حين الأسبوع القادم بتبدأ اسمها المعدة بيت الخوف، دورة أونلاين عن موضوع الارتجاع وتأثيره على النفسية. وعندي كذا دورة، دورة الحالمون اللي تكلمنا عنها على aliaacademy.com أيضا، ودورات كثيرة فيها تأمل وفيها تغذية وفيها مواضيع كثيرة. تحبون هذه المواضيع انتقلوا إلى منصة أكاديمية عليا، ونراكم هناك إن شاء الله في الكفة الأخرى. مع السلامة، يومكم سعيد.